بقول لك ايه، شايف الميكس ده؟ الميكس ده قليل الادب، الميكس ده هيخليك ماشي كل الناس يسالك عليه، الميكس ده هيخلي البنات في الشغل تسالك عليه، الميكس ده هيخلي مديرك يرقيك بعد ما بعد الميكس القليل الادب ده حاجه تحفه وحاجه جذابه وحاجه يا جماعه سكسي. ثبات من 3 ايام لاربع ايام وب 50 جنيه، تعال اقول لك ازاي تعمل دي ب 50 جنيه بس. قدر الفيديو بلايك. بص بقى يا غالي، هنجيبه ازازه 30 مللي، هنقوله لاي واحد بتاع برفانات ركز في الجرامات، 3 جرام مرسيدس، 3 جرام مرسيدس، لا جس في الجرامات عشان الجرامات دي مهمه تمام، و7 جرام بي ام دبليو. شايف تقول الزيت عامل ازاي؟ بقول لك ايه، اقسم لك بالله الازازه دي كفيله ترقيك تمام، الازازه دي كفيله تخليك تخطب لو مش خاطب، الازازه دي كفيله تخلي الناس في المواصلات تسالك على الميكس 30 مللي ده، يعني بص الازازه دي 30 مللي بس كفيله الناس تسالك عليها، لان ده من الانواع النزيهه، من الانواع الثابته، من الانواع اللي بتدي راحه نفسيه وثبات عالي قوي. مكان اسكندريه محطه لم شارع الشوا، ده محل العلامه العطور، مستني كل اخواتي في عرض ب 150 بدل 550، واحلى اخوات في الدنيا، ولايك لاخوكم سلام.